جينا لواحد الملف ديال طريق السيار لودوروت ما يسمى الرمل. هذا الملف اللي استغرق 10 ديال السنوات والناس كطالب، الناس كتحتج وما لقاتش يد المساعده، كل شيء واقف ضدها، لا مستشارين ولا اعوان السلطه ولا السماسره ولا البياع. بغينا نعرفوا امتى غناخذوا حنا حقنا، حنا بغينا نعرفوا امتى غنوصلوا لهذا الهدف ديالنا. هذا الشيء كيوقع لنا غير حنا ساكنه عين الشقف. علاش بالضبط؟ علاش ما يدوناش يد المساعده؟ علاش مخلينا هكا الاحتجاجات وكيقمعوا فينا وكيتصلوا بالليل، كيتصلوا بالناس كيقولوا لهم يا ودي ما تمشيوش وما ديروش، اللي كيقمعوه واللي كيقنعوه وكيحاولوا يفركتوا السكينه ديال عين الشقف، وبالضبط سكينه ولاد معلا، وهضموا لنا الحقوق ديالنا. ما استفدنا لا من اراضي ديال حي الديب، لا من اراضي القلافه، لا من طريق السيار، لا من بزاف ديال المسائل كنعانيوها. حنا بغينا هاد الرساله توصل، وما بقاتش عندنا ثقه في شي واحد، عندنا ثقه في جلاله الملك الله ينصره فقط. وحنا ان شاء الله ما غاديش نتنازلوا ومازالين غنحتجوا، والخميس ان شاء الله غادي ننزلوا، غتكون عندنا وقفه في طريق السيار ان شاء الله، وما غاديش نتنازلوا. هذاك حق ديالنا وما كنسعوش وما كنطالبوش شي حاجه ماشي من حقنا، اللي في حقنا غادي ناخذوها باش ما بغاو. مادام جلاله الملك معانا ان شاء الله الله ينصرو، ما غاديش نتفاكوا، ما بقاتش عندنا الثقه لا في السلطات ولا في البياعه ولا في السماسره، كل شيء واقف ضدنا ولا مستشارين. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكتل السكينه وما غتبقاش مفركته، والسماسره غادي نلوحوهم ان شاء الله للتوش، وغادي نتكتلوا ان شاء الله، وغادي تكون يد واحده بها نصفقوا جميعا ان شاء الله بحول الله. تكلم السي راشد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الملف ديال طريق السيار من 2007، وحنا مع الداخليه سير العماله قطع الرباط، سير القياده سير العماله قطع الرباط، قطعنا الصباط وللاسف الناس ما عندهاش. وما شاء الله هذا الملف بغينا يوصل لسيدنا الله ينصر سيدنا، هو اللي فك لنا هذا المشكل. من سامر من 2007 وحنا كنعانيو هذا المشكل ديال طريق السيار، جميع الجهات المعنيه جلسنا معها وصيفطنا لها وما كدير لنا والو. ان شاء الله الرحمن الرحيم احنا ما غاديش نتنازلوا على هذا الملف، حيت كاع المسائل اللي كتصبر وصبر تحد اليوم. اليوم عندنا قناعه بالملك ديالنا، اما قضيه العماله ولا قياده ولا هذا راه ما بقاش عندنا الثقه كاع بتاتا. حيت كل شيء ضدنا، كل شيء واقف ضدنا، حنا كنشوفوا ما استفدناش من الاراضي ديالنا، كاع الناس استفدت من الاراضي ديالها وحنا كل شيء واقف ضدنا. حنا السلطه ضدنا، المستشارين ضدنا، حتى شي واحد ما حقق لنا شي هدف ديالنا، لا مستشارين لا في الجماعه ولا داخل القياده على الشقف، حتى شي واحد ما حقق لنا المطالب ديالنا، كلشي كيوقف ضدنا. بغينا نعرفوا علاش كيوقفوا ضد هاد الساكنه هادي، واش ماشي من حقها تستافد من الاراضي ديالها، ماشي من حقها حتى هي تزيد لقدام؟ علاش كيقمعوهم الناس اللي كيخافوا كيقمعوهم، واللي كيشوفوهم ما كيخافوش كيقنعوهم، كيحاولوا كيفاش يتواصلوا معاهم بطريقه مشبوهه. البارح بالليل كيتصلوا بالناس اللي كيقنعوه واللي كيقمعوه وكيهدوا في الناس، وما يمكن لكمش ديروا هذا الشيء، وهذا الشيء غادي نحلوه بسهوله. شكون هو انت اللي غتحل لنا هذا الشيء بسهوله؟ 10 ديال السنوات ما حليتناش، ما كاينش شي واحد، حتى المستشارين ما كاينش شي واحد فيهم حقق شي انجاز مده طويله. انا في عمر ديالي 36 سنه عمري شي مستشار في عين الشقف، وبالضبط ولاد معلا حقق لنا شي انجاز اللي نقولوه الله يجازيه بخير. دائما غادي ضدنا، الساكنه غادي لهاد الجهه وهما غادي لهاد الجهه، وكيحاولوا كيفاش يديروا يفركتوها على ثلاثه ولا على اربعه ديال الخطرات. وهذا الشيء اللهم هذا منكر، والله ياخذ الحق، والله ينصر جلاله الملك. عاش الملك.